حاضرين 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 نيكو منظر ريحنا بنرحب بيك معانا النهارده ومباركتك على فيلم الحاره تجربه مختلفه جدا لفت انحاء العالم كله وخد الجوائز في كل المهرجانات اللي دخلت فيها الحمد لله تجربه لاول مره فيلم اردني في القاعات المصريه طول الدنيا يعني بالنسبه للجوائز اللي خدناها بره فهي جايزه لاهل المكان اللي قدموا لنا كل المساعده وقدموا لنا كل التفاصيل دائما عليك ان تقدم ما هو لك وباستقبال الاخرين كما نقدم الان في ليبيا عمل مهم بعد النهايه او خريبيش عمل نقدم من خلاله جمال الشعب الليبي بكل البشاعة التي جاءت على بلده. فكرة ان الفيلم الليبي بعد الثورة نحكي المعاناة بتاعت الشعب الليبي هناك، التجربة دي ازاي اتعرضت عليكم وهل وافقتوا على طول ان انتوا تسافروا ليبيا في ظل الأبواب اللي يا صديقي ليبيا جميلة لا تستحق الا الجمال وليبيا فيها من المحبة من أيام سيدنا عمر المختار من المقاومة إحنا إن شاء الله رح نقدم فيلم يقدم جمال ليبيا دور حضرتك إيه بقى في الفيلم؟ لا مش عارف الجيش الليبي ولا ضد الجيش الليبي؟ لا أنا منذر رايحني أنت مش دور؟ لا لا أنا مع الجيش الليبي مع السيد سعادة المشير حفتر انا مع الكاتب الصديق دايما بحكي له يعني بقول له الشاعر اللواء خالد محجوب احنا بنقدم هي ليست معاناة شعب ليبي ولكن كانت هتكون معاناة شعب عربي كامل لو رجعنا للحارة شخصية عباس دور مختلف جدا عليك شايفه ازاي الدور لما تشوف الفيلم